بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا باشمهندسين. ان شاء الله نستكمل مع بعض رحله الاوتوكاد ونشتغل مع بعض الاكسرسايز بتاع السيمبل موسك ده او الجامع البسيط ده. وبرضو كما تعودنا قبل كده ان احنا بنبدا بالاوامر اللي احنا ايه هنستخدمها ان شاء الله. ممكن نستخدم امر كوبي، يعني ممكن ارسم ده واخده كوبي. اتعلمنا قبل كده الارك، وقلنا ان في اوبشنز كتيره، 3 بوينت ده غالبا اكتر حاجه بنشتغلها، او ستارت سنتر اند ستارت سنتر انجل، يعني في اوبشنز كتيره. طيب ممكن ناخد امر كوبي وامر موف بالمره، الاثنين بجنب زي بعض يعني. وممكن ناخد امر اكس لاين، مش عارف اتكلمنا عليه قبل كده ولا لا. اكس لاين كونستراكشن لاين. طيب انا لو عندي مثلا ريكتانجل كده، ار اي سي ريكتانجل، ورسمته كده وعايز اخد منه كوبي مثلا بمسافة 10 متر ناحية اليمين او 20 متر، انا عايز اخد منه كوبي. امر الكوبي اللي هو سي او او سي بي من هنا كده، بيقول لي كوبي سبيسيفاي بيز بوينت، النقطة اللي انت هتنقله منها. مثلا عايز النقطة دي 10 او 20 او 30 زي ما انت عايز، فهنقل مثلا اقول له دي البيز بوينت بتاعتي. بيقول لك السكند بوينت فين، انت تروح للسكند بوينت. عايز تنقلها هنا، تنقلها هنا، شمال يمين تحت زي ما انت عايز. طب لو انا عايز انقلها مثلا مسافة افقية 10 او مسافة رأسية 10، اشغل الاو سناب اف 8 واقول له ناحية ناحية اليمين كده 10 وتحت كده 10. يبقى هو نقل لي الريكتانجل من النقطة دي للنقطة دي مسافة 10 متر، والنقطة دي للنقطة دي مسافة 10 متر، ايه رأسية وهنا كانت افقية. تمام. طيب لو عايز اعمل امر موف، ام انتر اختصاره ام انتر، موف يعني ايه بيحرك حاجه من حاجه، بينقلها من هنا من مسافه من مكان لمكان. نفس الريكتانجل ده مثلا عايز اقول له انقله مسافه 15 ناحيه اليمين، فاقول بيز بوينت دي البيز بوينت مثلا، اقول له 15 ناحيه اليمين، يبقى انا نقلته 15 متر. او عايز انقله فوق انتر تاني، يقرر لي الامر اللي انا كنت شغال عليه اللي هو موف، واقول له من هنا من تحت لفوق 10 متر، نقله لايه 10 متر. تمام. طيب لو عايزين نبدأ نشتغل، طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان رسم الاوتوكاد ده هو كل واحد له وجهة نظر ازاي بيرسم. فتعال نفكر مع بعض ازاي نرسم الايه الجامع ده. في امر ممكن نستخدمه الاكس لاين، ده اكس لاين ده بنستخدمه في الرسم المعماري كتير، في كونستراكشن لاين ممكن يكون نستخدمه في ايه في الرسم المعماري يعني. انا اقدر اعمل هنا مثلا في الجامع ده اقدر اعمل كونستراكشن لاين افقيين دول ورأسيين، وافضل اعمل تريمات لغايه ما استنتج انا الشكل اللي انا عايزه. دي فكره. في واحد يقول لا انا ها انا ها هكسر كل اللاينز دي عشان اعرف اطلع من هنا او امشي من هنا، او يعني بيفضل يكسر، يعني يرسم 2 وبعدين يرسم 4 وبعدين يرسم 8 وبعدين يرسم 4. ده شغل برضه، ده شغل يعني، كل واحد زي ما هو حابب عايز يرسم ازاي. المهم ان احاول ترسم الرسمه صح وكل الدايمنشن بتاعتك صح. طيب انا بفكر ازاي، انا برضه بفكر معاكم، انا ما رسمتش قبل كده، بفكر معاكم ازاي نرسمه. فانا ممكن اعمل اكس لاينز، اكس لاين اللي هو كونستراكشن لاينز، اعملها واعمل تريمات واقطع براحتي الاقي الاشكال ايه بتتكون معايا. تمام. طب لو عمال اعمل اكس لاين، هعمل اكس لاين افقي هنا، خط افقي هنا كده. الاكس لاين هو خط بيمتد من نهايه الرسمه ناحيه الشمال لنهايه الرسمه ناحيه اليمين، او من اول ونهايه ايه اول ونهايه الرسمه، سواء افقي افقي يبقى من يمين للشمال من نهايه الرسمه من الشمال لليمين، لو راسي يبقى من فوق لتحت. طيب يبقى هعمل اكس لاين يمثل لي الروف، وتحت هنا اكس لاين يمثل لي البيز بتاعه. وبعدين اعمل اكس لاينز راسيه كتيره، اول حاجه الايدج الشمال، اخر حاجه الايدج اليمين، وبعدين الباب ده والشباكين دول مثلا. تمام. تعال نشوف الاكس لاين دي كويسه ولا لا. اكس لاين نمسح ده بس كده ونبعد عن الاوريجين. نقول اكس لاين، اكس لاين اللي هو ايه اكس ال انتر، ده افق اهو، اقول له انتر. انا عايز اخد منه مسافه ايه، مسافه قد ايه اشوف كده في الجامع. 1 7 متر،
ناحية اليمين، وهي مكتوب ايه الافق ما بين الافق بتاع الروف اللي بتاع البيز 7 متر. او الاوفست خدنا قبل كده، اوفست اللي هو بينقل الخط على مسافة معينة، او الاوبجكت على مسافة، واللي سبيسيفاي الاوفست ديستنس 7 متر، تحت او فوق مش فارقة بقى. تمام. نعمل اكس لاين رأسي، اكس ال رأسي، انتر. طب ناخد منه مسافة قد ايه بقى؟ تعال نشوف. هناخد منه اوفست كتيرة، اوفست 2 و6، وبعدين 8 او 2، وبعدين 4، وبعدين 8، وبعدين 4، وبعدين 6، وبعدين 3، وبعدين 2. تعال واحد واحد عشان ايه. 2 4 8، ماشي. اوفست 2، انتر، انتر تاني، 4، انتر، انتر تاني، 8، انتر. يبقى 2 4 8، انتر تاني، 4، انتر تاني، 6، انتر تاني، 3، انتر تاني، 2. وكده ايه رسمت حدود الشكل بتاعي. اقدر اعمل تريم، انتر انتر، اقطع اللي فوق ده وده وده وده، اعمل تشيك على نفسي كده انا راسم صح. المفروض من اول لاخر كام متر؟ 29 متر. ناخد دايمنشن سريع كده عشان اتاكد. حاول وانت بترسم تتشيك على نفسك كتير، وانت ممكن تكون غلط، ممكن خدنا اوفست غلط. وده 7 متر. تمام. طيب تعالى بعد كده نشوف هنعمل ايه. عايزين نرسم الويندو ده. الويندو ده هو اوفست 3 متر من الافق اللي تحت. لو عملت اوفست 3 متر وبعدين 2 متر وعملت تريم، اقدر اشكل الايه التو ويندوز دول. لو عملت اوفست من ده 3 متر، اوفست 3 انتر ده كده، وبعدين اوفست كمان 2 متر انتر، وبعدين اقول له قطع لي اللي انا مش عايزه، تريم انتر انتر، ده مش عايزه وده مش عايزه وده مش عايزه وده مش عايزه. نفس الكلام هنا وهنا وهنا، وامسح دول. تمام. طيب تعالى نشوف هنرسم الارك ده ازاي. هو الارك ده في اوبشنز كتيره زي ما قلت لك، اكترهم 3 بوينت. طب انا عندي في 2 بوينتس ديفينيتلي كده ايه متعرفين، متعرفين من الاول والاخر. طب ممكن اعمل ايه؟ هو بيقول لي هنا ارتفاع القوس ده 1 متر. يعني لو جيت انا من منتصف الضلع ده وطلعت 1 متر، ويبقى بقى عندي النقطه دي التالته بتاعتي، يبقى انا عرفت نقطتين والتالتة عرفتها لما رسمت خط هنا كده 1 متر. تمام. يبقى هرسم لاين من الميد بوينت بتاعت ده، واطلع اقول له ايه 1 متر. نفس الكلام هنا، انتر تاني من الميد بوينت هنا، واقول له 1 متر، واقول له ارك ايه انتر 1 2 3، انتر تاني 1 2 3. امسح اللاين ده، كان الخط عمل بس زي ما بيقولوا، خلاص كده تمام. ايه تاني عايزين نرسم؟ الباب. الباب هو على نفس الخط ده و 3 متر، ماشي. يعني اوفست 5 متر من تحت كده، اوفست 5 متر، وبرضو اوفست. نعمل بس ترم الاول، ترم. انا عايز اقطع دول براهم بقى، انا خدت لحد القطع بتاعي وقطعت اللي انا عايزه، بقى الخط هنا كده معايا. هطلع برضو منه 1 متر عشان اعمل الارك بتاعي، واقول له ارك، وبعدين اقول ترم انتر انتر، ده وده بالسلامة. واقول للاين ده
ديليت كده. تمام، عايزين نعمل بس الالوان دي، الدايمنشن دي مبدئيا كده بلون كده عشان ما نتلخبطش، اللون الاحمر مثلا اي لون. تمام، طب احنا عايزين نرسم ايه تاني بعد كده؟ عايزين نرسم الارك ده. الارك ده على بعد 3 متر من هنا، والنقطة التانية 6 متر، والنقطة التالتة برضو هجيبها بخط عمل كده على بعد 3 متر، و3 متر في النص هنا يعني 6 متر من الايدج دي، ولما اطلع 2 متر فوق ارسم الخط ده او الارك ده واخده كوبي مسافة معينة اللي هي 6 و6 12. النقطة دي هتتنقل 12 متر او 12 وحدة. تمام، يبقى ارسم الارك ده ازاي؟ هرسم الارك ده ان انا احدد النقطة دي والنقطة دي والنقطة التالتة دي، ان انا هرسم خط رأسي طوله 2 متر وامشي 3 بوينتس، الاولى التانية التالتة. طيب تمام، نعمل اوفست. اوفست قد ايه بقى؟ اوفست 3 وبعدين اوفست 6. انا عايز بس النقطة دي والنقطة دي. تمام، يعني اقدر اعمل اوفست من اللاين اللي على اليمين ده زي ما هنشوف كده دلوقتي. اوفست 3 من هنا كده لده، وبعدين اوفست 6. بقى انا معايا النقطة دي والنقطة دي، محتاج انا اعمل ايه بقى؟ انا خط في النص كده ارتفاعه 2 متر، او الاوفست 3، اوفست 3، وهطلع اعمل لاين من هنا كده 2 متر. يبقى انا كده حددت الثري بوينتس بتاعتي، النقطة الأولانية هي الاند بوينت بتاعت الاوفست ده، والثالثة الاند بوينت بتاعت الاوفست ده، والثانية اللي انا استنتجتها لما جيت في النص وعملت لاين ايه ارتفاعه 2 متر. اقول له ارك ايه انتر، واختار النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة. أقدر أمسح بقى اللي أنا عايزه، اللي أنا مش عايزه ده، وده التلاتة دول مش عايزه. تمام كده رسمت الأرك ده، أخد ده كوبي بقى، كوبي كده، وأنا مشغل قرصه وأتحرك مسافة 12. تقدر البيز بوينت تقدر تاخدها في أي، طالما أنت تقله مسافة معينة تقدر تاخدها من أي حتة توديها الناحية التانية، شمال يمين فوق تحت، خد اي نقطة زي ما انا واخدها ايه، انا خدتها هنا كده، هنحركها 12 متر. ليه 12؟ لان انا بحركها من نقطة تروح النقطة دي فين؟ النقطة دي لو اتحركت 6 هتبقى هنا كده بس، هلاقي ان الارك لزق في الارك. انا عايز مسافة كمان 6، يبقى احركها 6 بتاعة الاوبجكت و6 المسافة البينية اللي بينهم. تمام، تعال نرسم الميزانة بقى. الطول الميزانة 9 متر، وفي شكل ترابيزويدال كده فوق. الميزانة بتبدأ على بعد 3 متر من الإيدج، وبعدين هي عرضها 3 متر. أقدر أعمل لاين، لو أنا عايز أعمل لاين مثلا من مسافة معينة فأقول له إيه لاين، أنا دوست لاين وأقول له شيفت كليك يمين، شيفت كليك يمين، وأقول له كلمة فروم، يعني يبعد عن حتة معينة أو نقطة معينة مسافة معينة. أقول له فروم هنا كده واتحرك اتحرك يمين، أقول له 3، اختار لي إيه النقطة، بدأ لي من النقطة دي بعيد عنها 3، وأقول له هطلع 9 متر وأمشي 3 متر يمين وأنزل 9 متر، وأقول له إيه. نقول تاني كده، لو أنا عايز أمسح ده، لو أنا عايز أمشي بدل ما أعمل، أنا كنت هبدأ أعمل إيه، كنت هعمل أوفست 3، اجيب النقطه دي واقول له لاين من النقطه دي 9 فوق. طب لو انا عايز على طول مع بدل ما اعمل لاين ده وامسحه تاني، اقول لاين ال انتر شيفت كليك يمين، يديني الاوبشنز دي، الاوبشنز دي اللي هي يعتبر اسناد، بس في حاجات بقى تانية زياده كده زي ايه، فروم دي. فروم دي يعني انت هترسم نقطه بدايتك، بدايه الرسم بتاعتك او بدايه الرسم بتاع اللاين مثلا، هي بتبعد مسافه معينه من نقطه معينه، فانت بيقول لك ان هتقول له فروم، يقول لك فروم ايه، في انهي بوينت، البيز بوينت، النقطه دي، يقول لك المسافه قد ايه، تخش يمين كده وتقول له 3، اتحرك اهو ايه لقطها. تمام، اقول له لاين شيفت كليك يمين فروم من هنا كده وامشي 3، اطلع 9 متر اللي هو طول المئذنه او ارتفاع المئذنه، وعرضها 3 وانزل 9 متر. طيب عايزين نرسم اللاين ده، اللاين ده بزاوية 60 وطوله 2 متر.
ايه الزاويه بتقسم عكس عقارب الساعه، ادي اللاين اهو، وانا كده كده برسم عكس عقارب الساعه، يبقى اقول له 2، اقول له ات 2 شيفت اقل من 60، وبعد كده تقريبا 1 متر فوق، 1 متر افقي، وانزل اقفل الميزان. اعتقد كده احنا ايه خلصنا الجانب. تمام، نقدر نخش في الدايمنشن كده. انا عايز بقى الدايمنشن الهندسه تطلع على طول باللون الاحمر، فاخش ازاي بقى؟ اعمل دي انتر موديفاي، هقول له اولا البرايمري يونتس دي 4، لا كفايه 2 قوي، 2 كفايه. والتكست انا عايز اكبره شويه، اخليه مثلا 0.8. لونه مش عايز اعمل في الكلر، انا عايز تكست كلر، الكلر مثلا باللون الاحمر، و الارو برضو خليه زيه زي التكست 0.9، انا بحب اصغره شويه، هو كان 0.8 خليه مثلا 0.7. والطول بتاع اللاينز بتاعتي اخليها ايه باللون الاحمر برضه. اديك شايفه كل ما تعمل حاجه في البريفيو هنا بتعلم. طيب لو انت عايز تعمل اكستنشن لاين، دول ده اسمه اكستنشن لاين، تقول له مثلا لونهم برضه الاحمر، عايز تلغيهم تقدر تلغيهم من هنا كده. شايف انت شايف اللي بيحصل هنا؟ انا تشيك سيبهم زي ما هم، لو دوست عليهم تشيك يبقى ايه، يبقى انت بتلغيه، لانك بيقول لك سبريس يعني تلغيه. اوكي تمام، اقول له المسافات بقى اللي هو كان كاتبها لي 3، بعدين 3. انا شايف التكست كبير شويه عن السكيل، اخش اعدل اظبط نفسي. قلت لك السكيل اهم حاجه بالتكست هايت، التكست هايت 2.5 ده الواحد ل 1000. احنا هنا بنرسم حاجه صغيره كده يعني، واحد ل 200 ولا حاجه، او واحد ل 100. فواحد ل 100 نخليه ربع مثلا، تكست هايت نخليه لو واحد ل 200 مثلا، عشان ده يعني كبير سنه، نخليه نص. والسيمبل نخليها السيمبل دي نخليها 4 من 10. اوكي ماشي كده تمام شويه. امسك لو في واحد مثلا تحت كده وقع مني ولا حاجه، امسكه بس ايه اطلعه. طيب في ايه تاني دايمنشن انا شايفها؟ كل الدايمنشن اللي هي لينير ماشي. عمال ادوس انتر يا شباب، لو في ولا حاجه ولا حاجه. طب هنا الخط ده، انت عايز تعمل خط دايمنشن حاجه عموديه كده، لازم يكون الاو سناب البربنديكولار شغال. اخش هنا كليك يمين عليها واشغل البريمديكول، اجي هنا كده اشتغل 3 متر، 2 متر، اسحب ال 2 متر دي بره هنا، وده 1 متر. طب انت شايف ان الاكستنشن لاين ده مش حابه، اخش دي دايمنشن ستايل واقول لي موديفاي، واقول له سبريس الايه اللاين دي. اللي انت شايفه بقى اللي انت حابه يعني. تمام. في هنا دايمنشن برضه كده صغير، وفي الانجولر الزاويه ما بين دي 60 درجه كمان اهي. وبكده نكون ايه خلصنا ايه المسجد البسيط ده، ويا رب يكون ان شاء الله استفدت منه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.